اليوم عندنا معلومة خفيفة، طريقة كيفاه نبدلو فيتر تاع البرة تاع تويوتا ابشي. وين نروحو؟ نروحو الكوفر تاعو هذا لهنا، لهنا عندك هذا السلك ليبس، هذا نحي هكذا، هذا تنحي السلك ليبس، ومن بعد ايدك لهنا تشد هكذا، وبعد تعاود تروح منا تشد هكذا، تعاود تنحي يهبط هكذا، يهبط الفيتر تاعو هاورها، سلك ليبس منها هكذا وسلك ليبس هكذا وتشبت. هذا هو الفيتر تاعو تاع البرة. طريقة ثانية كيفاه يركب، تعاود تركبو منها هكذا، كون تقلبو نقلبو ما يركبش، بصح لازم ديرو هكذا 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 هاو ركب. هذه الطريقة تاعو كيفاه يركب. كيفاه يركب ثاني تعاود تركبو، تعاود تجيبلو ذوك الحبة تاعو لهنا قد قد كيما راك تشوف فيه من هنا هكذا وركب، وتعاود تروح الجهة اليمنية ثاني نفس الشيء، تعاود تروح نفس الشيء، ومن بعد تعاود تجبد هذه، تعاود ترجعها لبطها، ومن بعد تسكر. ما ركبنا ركبنا كلش، نسكره هاور. هذه طريقة كيفاه نركبو الفيتر تاع البرة تاع الابش. اي معلومات تحتاجوها اكتبوا لنا في التعليقات، برب ان شاء الله نقدر نوفروها لكم. اي دمتم في رعاية الله وحفظه، بارك الله فيكم على المشاهدة.